في الحقيقة يعني خبر حزين جدا ولقطة صعبة جدا مميتة، تتعب القلب وتتعب الأعصاب. لحظة سقوط أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر على الأرض في مباراة الاتحاد السكندري، لقطة صعبة جدا مش متعودين عليها في ملاعبنا، مش متعودين عليها في كرة القدم بشكل عام. الكل يتذكر في هذه اللحظات ما مر به محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي في مباراة الأهلي والزمالك سابقا، وتم يعني إنقاذ حالته، ولكن في مران الأهلي لم يتمكن أحد من إنقاذ حالته وفارق الحياة. موقف أحمد رفعت حاليا موقف صعب، ندعي له يا رب يا رب يا رب إن هو يقوم بالسلامة. توقف مفاجئ في عضلة القلب، محاولات على مدار أكتر من ساعتين ونص لإنعاش عضلة القلب، ولكن حتى الآن لسه الأمر مش مستقر بنسبة 100%. المعلومات اللي بتيجي من المستشفى معلومات يعني شحيحة جدا، محدش فيه أعصاب يتكلم أو يطمن أو يقول أي حاجة. مش عايزين نتكلم في أسباب، في تغذية، في تقصير من أجهزة طبية، من سيارة إسعاف، من تقصير من أي حاجة خلانا نتحط في هذا الوضع الحقيقي اللي هو صعب جدا ولا نتمناه. لكن كل اللي بطلبه منكم دلوقتي وبالله عليكم ادعوا لأحمد رفعت، الدعاء بيغير القدر. ربنا يطمن أهله عليه، ربنا يطمن عليه. كل جماهير الكرة المصرية، كل الشعب المصري في هذه الأوقات بيدعو لأحمد رفعت، ادعوا له بالله عليكم، ما تنسوه من الدعاء. وإن شاء الله إن شاء الله نعمل فيديو تاني ونطمنكم.